بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يكاد أن يجمع العقلاء أن من أعظم النعم بعد الإسلام ألا يكون الإنسان مكدود الهم، ألا يكون الإنسان مكدود الهم. فصلاح البال نعمة عظيمة جدا، وهذه النعمة لا يؤتيها أحد لأحد، وإنما هي هبة من الله عز وجل لمن شاء من عباده. صلاح البال، قديما كانت هذه من جملة ما يدعو به الآباء الكبار لأبنائهم: اذهب ربنا يصلح بالك. تطورت بعد ذلك إلى اذهب ربنا يصلح حالك، لكن قديما كانت تقول اذهب ربنا يصلح بالك. صلاح البال أن يعيش الإنسان من غير هموم يدافعها وتدافعه. دايما الإنسان مكروب ومهموم، ويا ترى ويا ترى ويا ترى، وحامل هموم كثيرة جدا. هذه مسألة صعبة، فالذي يبدد هذه الهموم ويذهب هذه الأحزان وهذه الخواطر المؤسفة إنما هو الله. وهذه نعمة لا يؤتاها إلا من حقق الإيمان. فلنسمع إلى موضعين متتاليين قريبا من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، حاجتين: كفر عنهم سيئاتهم، اثنين: وأصلح بالهم. الموضع الثاني قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، حاجتين: سيهديهم ويصلح بالهم. نسأل الله تعالى أن يصلح بالنا وأن يمسكنا بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.